هذيل انا 14. شبكتهم على بعض، اثنين لي واثنين ممكن تقدر تشبك اثنين ثلاثة اربعة، من وين تاخذهم هذيل؟ في شركة هني قاعد يبيعهم، ف سويت طلع. شنو هذا؟ هذا فست معانا بتولتين بخور قاعد طبر. شو الاخبار حبيبي؟ تمام حياك الله بالنيف. تعرفنا عن نفسك بس اول سيكل شنو كان؟ اول شيء عرفنا عن نفسك. نواف صريع. والف نعم والله. الله يسلمك. اول سيكل سكته بحياتي اعتقد كان 80 سوزوكي سبعينات. مو هوندا، كلنا الهوندا الخمسين. لا قبل كاش خلي اركب هوندا. هذا الزوكي مال اخوي العود، اخوي اكبر مني 13 سنه، كان عمره 16 سنه يوم اشتري لي اياه ابوي. ما شاء الله. فطلعنا اذكر بيتنا مرميثيه لمشرف جايبين السيكل معنا، بس اخوي عاد كبر دش الجامعه ما قام يسوقه. كم اللي اكبر مني يشقل فيه، اذكر ذيك السنه كم اسبوع ويدق هندل لحد ما في يوم من الايام اشتغل بروحه. بعدين سوينا له غسيل كابريتر وتنظيف واستعملناه، بس كنت صغير انا يعني ابو 12 سنه ما اقدر يعني صعدت على طابوقه بس ما اقدر ادوس الكلج. اللي هو نفس شكل الار ام خبازين؟ لا مو نفس شكل الار ام، ما الخبازين 80 سوزوكي العادي. إيه بعدين إيه وقتها ما طلع ما شفنا الار ام. بعدين عاد بعد اذكر بعدين طلعت هبه الكويت بال 83 اكس ال هوندا. وهذا كان سعره 220 دينار بالوكالة، بعدين وصل 260. جميل. ايه اللي تشيس رقبات. ايه 80 اكسل كان مجرم جدا، هذا بداية الثمانينات. بعدها اجمل السياكل. وبعدها عاد الار ام، مال ار ام بس يعني قبل يعني الامي ار ام كان حلم انك تطوله. ايه ورفيع عالي علي، يعني كان يسوق اخوي بالبر اصعد فوق وتد بعدين انط فوق. يعني كلنا نسميهم ار ام قبل RM. يعني اوكي حتى لو سوزوكي وهذا هم ار ام سيكلك ار ام الار ام الاصفر معروف. إيه يعني ايام قبل كان حتى متقاره وتنكيه حديد، بعدين صاروا بلاستيك وتطوروا شوي. وكروزرز ما كان عندك مثل الفات بوي والهارلي ولا؟ لا قبل ما كان في مكات هارلي بالكويت. إيه بعدين صح. كان قبل كان اول شيء ابو مسعود عند الهارلي. والله ما اذكر، ما كنت كنت اللي عارفه من جروب ابو مسعود نشوفهم بالرابطه قبل مقصيد يمكن. يعني احنا صغار ما شاء الله مقصيد كان يسوق. اي كان عنده بيموت، حتى ما ندري شنو بيموت. بيموت شكل ايطالي ما له علاقه بالهذا، ما منين جايبه. بعدين طلع عندنا الكوازاكي 550 جي بي ما شاء الله، هذا كان لونه عنابي، كان ثوره الثمانينات. بس انا كنت صغير يعني مو مدر، يعني اشوفه عند الكبار بس ما يعني ما كنت اسوق. يعني اقول لك بالنسبه للموضوع الكي تي ام والادفنتشر، واحنا يعني الناس متابعينا انا وياك كلنا نضغط بعض على الادفنتشر والكي تي ام. انا اللي دائما بوصل الفكره ان الكي تي ام مسويين سيكل ادفنتشر في قوه. ليش؟ يعني انت لما تدش رمل هل تحتاج سبيد؟ انا هذا اللي دائما استغربه. يعني لا الكي تي ام مو بس قوه، صلابه حق الافروت. إيه؟ معاون الدقه ما يحتر عليك نفس. إيه؟ مثلا لما تقارنه بالجياس، الجياس معاون واحد يصير على لود يحتر. إيه؟ فتشوف اكثر اهل الادفنتشر مثلا الكي تي ام والهذا، يعني شوف تو الحين يعني ما حد ما يعرف مشعل مطوع اول. إيه؟ ما شرى الجياس، تو شرى جياس ترى عقب ما افترى الكي تي ام. اول شيء سواه كان يبدل معونات، حط له ترك. زين وايد فرق معاه السيكل. زين واللي يسوق ما تفرق معه ترى جي اس ولا كي تي ام. صح لا يسوق كل شيء عادي، خصوصا اذا بتحترمه كادفنتشر، بس بتعامله كانه ديرت بايك بدش لي فيه نفود وما ادري ايش شوي بالتاذى، بس هم راح يمشي. وشفته انت يمكن ذيك الايام انتشر فيديو راح الجولد وينج اللي عافز الدنيا. اي اللي دش رمر. ايوه دش افرض انت مجرد تغير تاير كل سيكل ممكن الموتوجوزي هذا تدش فيه. إيه؟ بس بيصير هذا بيتكسر، ذاك مصمم على ها. فاحنا هنا نرجع للنقطه مالتنا ان الكي تي ام يعني تحمل اكثر. إيه؟ من اي سيكل ثاني يعني. اي اكثر من يعني مقارنه بالجي اس يعني السيكل نفسه. اي ف يعني هو دائما النقاش انه لا هذا اقوى وهذا اقوى. اقوى شنو تبي؟ باور هورس باور؟ باور لا اي طبعا الكي تي ام. اي دا الكي تي ام لان إيه تبي مثلا ثبات. انا اقول لك انا استعملت الاثنين كي تي ام 180 200 190 انت ايدك على قبل كان اكلمك على تواير من 50 50. الجي اس 200 كروز كنترول تكتب مسج بالواتساب مرتاح ما في هزه بس. اي بعد 150 كيلو ماكو بنزين. اي
صح صح صح. وكلهم ترى حتى الكي تي ام اخر مره جيت فيه من هاي اللي بريده امشي 200 لان حطيت تاير قدام ستريت ومعنا محمل يعني بجناطي وفوقهم جنطه وكرسي و... لا وصلت حايل الفيول رينج عندي صفر معي كان راعي هارلي ادفنتشر يعني كنت ادوس 200 يغطي شوي بعدين اخفف يعني 170 يرد اشوفه وبعدين ارد ادوس اخر مره ما شفته وصلت بعدين يوم هذا ولا يقول ولا منقطع بنزين بس حظه حلو انه وقف ولا توقفت الشرطه عشان يصبوا له بنزين وكذي وضبطت اموره. ما شاء الله هو يعني قوه الاثنين وسمعتهم. انا اشوف ان البي ام منتشر اكثر فهل هذا بسبب تاريخ اقدم انه هو طلع قبل ولا ما عندك فكره منهم طلع قبل؟ لا لا كي تي ام اول 2013 2011 اول بديت اي قبل السبعينات الجي اس معروف عالميا من قبل. انا سايق الجي اس قبل لا ادري شنو جي اس. اذكر واحد من الربع قال لي بوصل سياكين اللي كان برت عندنا بالكويت داش علينا ديوانيه قاطع سياكين انا من زمان يقول بودي سياكين بس برد فير احنا كان سعد الموضوع انا وصل لك كان اروح تريننج جيم فوق بعض مع بنطلون مع هذا تلبشن شنو السيكل ولا 900 جي اس او 950 شغله في شكل غريب هذه المال اي مال واحد من الربع قال احمد النوري بالرمل هذه اي كان كذي في الادفنشر يعني ورحت فيه للنادي اذكر يعني موجود قديم بس ما ادري شنو سيكل رفيع وهذا ومتعود انا اسوي كل شيء ما شاء الله. انزين سالفتك على مع السعوديه يعني ليش الحب انه يعني ما طلعت عمان طلعت شفت لا ما انا ما احب الشغلات الكومبليكيتد هذه يعني اطلع من هذا ادش السعوديه ارد هذا ادش الامارات ادش اخر شيء نفس القاعده تعجبني اي والله اي التضاريس وحده يعني انت صح. اوكي اروح انا ادش حدود واطلع حدود ورد سوي تامين ورد هذا وبعدين هناك صوب الساحل يغلب عليه الجو الحر ما عمري شفت واحد من ربعنا مسافر بعمان لا بالشتوي نص شم ويها مدهن ومعرق ومستانس افرود وحر ما يصير صح صح, صح. عرفت؟ اي ما يصير السعوديه لما تصعد مثلا تدش تحوشك اجواء يعني انا قاعد حران في ضبة انت حتقول لي اي والله انا قاعد حران بضبة إيه؟ زين وباديه فيني في الونزة بس خدت يمين كذي من جبل عتبوك خلال ساعه الا ربع كان اصبط اطلع الفيرمن اي والله العظيم بس احتريت وخر لا شوي لا 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 50 كيلو يقلب الجو فيها يمكن اشياء يمكن صار الحين رابع سنه انا وشويش اي ومجموعتنا يعني للحين ما خلصنا للحين في اماكن ما انا 9 سنين بس إيه؟ يمكن اخر سنتين مع الكورونا شوي هديت ما خلصتها بعدين انا نظام اللي ما احط جوجل يلا يلا حايل جوجل لا حايل يقول لك في تمشي من بالورود من بالورود للخط السريع من الخط السريع لهذا لا انا هالمره اخذت الخط المره الثانيه بروح لا مروره هباس لهذا إيه؟ تعال بطل جوجل وين في طيه تطلع من شنان يعني في طرق اكتشفتها يعني طريق شنان اللي يوديك على السباق بده يردك هاي اطول من 100 كيلو يمكن بس راح تشوف شيء ما شفته عينك شارع تمر فيه قرطاس ما تلقاه انا لدرجه انه ما اقطع كلامك انه وقفنا بنشرب بس كذي قهوه سجاره بالريع اللي معانا كان يقوم يفرش خيمه ويحط كرسي وش فيك كان يقول بصور يبي يصور سيكله بالمنظر هذا ذكر مال المنظر جميل بس اكثر الرحاله جوجل ايش قال شيط وياه زين غير في منطقة وصلنا لها عبد الله اللي هي صايرة أعلى شيء مو السودة في السودة تنوما لا لا في جبل سودة عسير سودة إيه لا اللي أنت توقف أعلى مكان 3000 يعني أقل شوي من 3000 متر فوق سطح البحر بس تشوف من بعيد جبل على طرف الجبل في شارع من فوق إيه هذا طلع تحت هذا إيه هذا يسمونه طريق أرامكو ما رحتوا له طريق أرامكو هذا طريق قديم إيه؟ والحين الشباب كذي يمشون فيه ويطلعون له جت فترة بس أفرود رمل كله لا 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 لا, لا. مثل الطرق السعودية بالثمانينات مثل الصبة الأسمنتية إيه؟ هذه يعني عادي لأن لا ناويين إن شاء الله إيه؟ إذا أنت ما عندك فوبيا المرتفعات ما تدوخ إيه؟ تمشي عادي تمشي فيه في لي فيديو انا شايف عبد الله بن سلام ماشي ويل اي ما شاء الله اي يعني ما اذا ما عندك فوبيا من المرتفعات ما في يعني انا اشوف شفت المرتفعات تنوما يمكن اعلى قمه بالسعوديه بس فيفا اللي محافظه بجازان هذه مو انا موصل معي بالجارمن 1801 يعني لي بتنوما 2400 اصلا هذا 1800 بس زاويه الصعود مجرمه
وايد يعني خلال دقيقتين انت فوق قاعدة. لدرجه ان معاي البفك تبطط من الضغط. ما شاء الله. اي والله مبطط وبفك وكتكو. على طاري الاكسجين اوصل هناك اقل حركه تسويها يروح نفسك من التعب. اي ده صح، لان الاكسجين اقل. وبعدين في عندي شغله براويك اياها، هذا توني ماخذه جارمن يعطيك كل جبل شنو اسمه، كل منطقه حتى المناطق الصحراويه شنو اسمها. ما ادري اذا سمعت عنه، هو الجارمن. رحت السنيدي هناك في مكتب حق جارمن ينزلوا لك الخريطه. فراح في دار موجه هناك موجود بالحفره موجود بالخريطه. هذا ينزلوا لك خرائط اذا يعني تبي تزيد معلوماتك عن مناطق السعوديه. جارمن في اي مكان بالسنيدي او العايش او هذيل، في بس اسال عن اضافه خرائط خرائط السعودية موجودة عندي بس ما لا 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 شيء خيال. أنا كل شوي إحنا ماشيين أقول لهم ترى هذا الجبل اسمه كذي، هذاك الجبل اسمه كذي، يبين على القارب. وشنو تواصلهم مع بعض؟ كارديو ها؟ كارديو إيه كارديو مريحين بالنا. إذا في سنة الشباب اللي عندهم سنة نعطيهم قطعة تركب على السنة تشبك مع الكارد. انا كان عندي جهاز نسيت والله شنو كان بس من زمان يعني كان يشبك مع اي جهاز. نسيت شنو. لا ويعني السعوديه ما تخلص، رحنا ما تخلص حتى انت اللي قاعد تشوف الطرق الرئيسيه، في طرق ثانيه يعني كنز كنز ما يخلص. ما يخلص حتى انت الحين تذكر يوم توريني يوم تضغطني على نواف القطان علامه 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 اوروبا هذه من الدش خطهم واحد يعني. انا مره الرابع اثنين مسافرين صار عندهم تاخير وكذي وافترقوا، واحد خلص خلال اسبوع او 10 ايام 19 دوله والجروب الثاني ما خلصوا ثاني دوله. إيه؟ بس شو الفرق؟ هذا طق الجوجل وين باريس شيط راح لها. اي لا في هذولاك طالع سناباتهم او انستغرام كل يوم تفقش بيض على نهر فينا وريوق وقهوه وشاي، ثاني يوم نايمين المخيم اللي عقبه هذا يعني حياه تسكع. صح رحالته بتكود اعلام وباجات وكيف. هذا 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 دليل اخر على ان اصحاب الدراجات انواع يعني. في أنواع ناس يسافر بسيكل يبي كافيهات يبي فنادق، وفي ناس يبي مناظر وبر واوف رود. ف راح ورد ما 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 يعرف شيء بس جوجل اللي يعرف. صح فكله يعتمد على ان انت شنو تبي. وبس ما ادري نبي نصيحه اخيره حق متابعينا ومتابعينك. والله اهم شيء يعني تو بعدنا ندعي حق صاحبنا تو مسوي حادث. الله يحفظه. منه بسعود؟ لا والله. اي والله حادث افرود. الله يحفظه. اي والله كنا متعور ندعي له بالسلامه الله يحفظه. ونحرص على الشباب دائما الادعيه والاذكار اهم من السيفتي. أيوة. قبل لا تلبسه يعني. أيوة هذا تحفظك اكثر من السيفتي. دعاء الركوب. اي ودير بالكم بالامطار والاجواء وشوارع الكويت خاصه يعني الله يزيد النعمه. استغفر الله. وطلعوا واستانسوا. الله يعطيك العافيه. ما قصرت وفزت معانا بتوكين بخور من اللي بيت انا وانا فزت بصندوقين مبطل اليرار. الله يحفظك يعطيك العافيه. لا والله شيء طيب نورتنا بعد شبدي والله. الله يعطيك العافيه.